الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. نشكر الله سبحانه وتعالى حيث جمعنا عند المحبوب سيدنا هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا النبي محبوب عند الله سبحانه وتعالى، جمعنا الله عنده مع المحبوبين والصالحين، وإن شاء الله هذه العلامة أن الله تعالى يجعلنا معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ثم نادى جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فأحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ورجل المحبوب عند الله سبحانه وتعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حال المحبوب، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الحديث القدسي: كنت فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المحبوبون دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، دعوا الناس إلى الله تعالى بأقوالهم وأفعالهم وقلوبهم. نحن كثير من الناس أحسن الكلام، أحسن المقال، والحمد لله نفع الناس كثير. لو أحسنوا مع الكلام مع المقال الفعال، أحسنوا الدعوة مع بالأفعال وبالحال، لكانت نتيجة أكثر. اعلموا أن أناس من هذا الوادي ذهبوا إلى إندونيسيا، ما يعرفون لغة البلاد، ما يتكلمون بلغة إندونيسية. جاءوا إلى إندونيسيا، دعوا الناس بلباسهم، بأفعالهم، بأحوالهم، قبل كلامهم، فأقبلوا كلهم. حتى صار الآن إندونيسيا أكبر دولة للمسلمين، عددهم ما يقارب 230 مليون مسلم، حتى يقال أنه حضرموت الثاني. تجد الأولياء والصلحاء والمدارس المنتسبة للعلماء والصالحين والأولياء هكذا. فهؤلاء يدعو الناس بقلوبهم. كان يقول لنا أن الدمعة واحدة خير من ألف كلام. نحن كثير ما تكلمنا، ولكن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مع كلامهم يدعو الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالدموع. وكم من الناس أظهر النفع في البلاد وفي العباد بسبب قيامهم وذكرهم وتهجدهم ودموعهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى مدح الأنبياء ومدح الأولياء، مدح الصالحين المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى بعبادتهم، بقيامهم، بدموعهم، بخشوعهم. فهذا الذي فقدنا عندنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المحبوبين، يحقق أوصاف المحبة فينا. حتى كان واحد يقول للحبيب علي بن محمد الحبشي: يا حبيب علي، نريد منك دعاء. ماذا تريد؟ أريد أن تدعو لي أن أصير محبوب عند الله. فالحبيب علي يريد أن يجربه من أين يعرف هذا السؤال، حتى سأله: لماذا تريد أن تكون محبوب عند الله؟ قال: يا حبيب، أنا رأيت الأب مع ولده، يوم الولد محبوب عنده، فالولد هذا طلع على فخذه، طلع على رأسه، بال على فخذه، يوم محبوب يتبسم ويضحك ويقبله. لماذا؟ لأن هذا المحبوب. فالمحبوب عند الله سبحانه وتعالى كذلك. فهذا هو المراد، هذا هو المطلوب.
ونسأل الله تعالى إن شاء الله لا نخرج من هذا المكان، ونسأل كلنا محبوبين عند الله سبحانه وتعالى عند رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث جمعنا في هذا المكان مكان محبوبين عند القبر نبي هود المحبوب عند الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مع المحبوبين مع الصديقين مع النبيين مع المرسلين. آمين يا رب العالمين. وعلى منكم من أمكم من امتثالا للأمر. السلام.